الأقسام. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وضيفنا الدكتور وليد عبد المنعم اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى القرود الخاص بدبي. موضوعنا طبعا عن صحة الأطفال بشكل عام، لكن عن الاضطرابات الهضمية عند الأطفال، ومثل هذه الأيام بسبب الصيف وبسبب أيضا تغيرات الطقس قد يتعرض الأطفال لعدد من الاضطرابات الهضمية الشائعة. وللتواصل عبر الهاتف 600-551-414، الرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بكافة متابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. إذن ضيفنا الدكتور وليد عبد المنعم اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى القرود الخاص بدبي. دكتور وليد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. أي خلي حضرتك دكتور زي حضرتك. ما هي أكثر الاضطرابات اللي حاليا بها الفترة يعني كعيادة أطفال بتشوفوها دكتور؟ يعني تختلف طبعا، نحن بنعرف دائما هناك حين مواسم للمرض. بالضبط. نعم. والله هي أكثر يعني حاجات دلوقتي اللي هي النزلات المعوية. نزلات المعوية. يعني مشاكل الجهاز الهضمي هي القيء والإسهال. نعم. طيب لو أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع باعتبار من الاضطرابات الشائعة في مثل هذه الأيام، يعني حينما نقول الإسهال، سمني نفترض الإسهال ربما يحدث بسبب تناول طعام معين، بسبب فيروسات، بسبب أيضا عوامل ممرضة مرضية أخرى. بالنسبة للأم يعني ما هي المعلومات التي يجب أن تلفت نظرها حتى لا تتأخر في مراجعة الطبيب، خصوصا أنه نعرف لما يكون عندنا إسهال ولما يكون عندنا أقياء فهذا يعرض الطفل للخطر. هو يعني أول حاجة حضرتك، يعني أهم حاجة طبعا المفروض نقلق منها الموضوع القيء اللي هو الترجيع. نعم. الإسهال يعني خلينا نتكلم فيه بعد كده، بس هو إحنا اللي بنخاف منه الموضوع القيء، لأن الطفل لما يبقى عنده قيء هو كده بيفقد سوائل، سواء مع القيء أو الإسهال، وما فيش حاجة بتعوضه، مش عارفين نعوضه. نعم. فلو الطفل يعني عنده قيء أكثر من مرتين أو ثلاثة في اليوم يبقى يستحسن هي طبعا تاخد الطفل المستشفى فورا. لكن لو قيء مرة واحدة على مدار اليوم دي مش مشكلة، ممكن نظبطها بالأكل والأدوية وكده. نعم. طيب إذا أردنا أيضا أن نتكلم عن الأقياء بشكل عام، الأسباب التي تؤدي لحدوث الأقياء عند الأطفال تحديدا بالنسبة للأطفال صغار السن، ودائما يعني بهمنا أطفال صغار السن أكثر من غيرهم، طبعا بسبب ربما لا سمح الله المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب هذه الأقياءات. هو بص حضرتك، هو بالنسبة للقيء عند الأطفال احنا خلينا نقسمهم مراحل عمرية، يعني خلينا نقسمهم المرحلة العمرية اللي هي الرضع، او ممكن نقول لغايه عمر سنه. نعم. دي حديث الولاده اللي هي اول شهر لشهرين، تمام، وبعد كده الاطفال بقى اللي هم فوق السنه. نعم. حديث الولاده اللي هم اول شهر او شهرين المرحله العمريه ممكن القيء ده يكون بسبب الرضاعه، ممكن يكون في حساسيه من اللاكتوز، حساسيه من حليب الابقار لو بياخدوا حليب صناعي. في اسباب كتير، فالقيء في السن الصغير ده حديث الولاده دي حاجه لازم نراجع فيها الطبيب فورا. بالنسبة للرضع بقى بعد كده اللي هم لغاية عمر سنة، اللي هم قبل كده في فترة حديث الولادة كانوا طبيعيين وابتدى يجي لهم قيء، دي ممكن يبقى فيها مشاكل جراحية، بس دي حاجة برضو مش هتستنى، ده هتلاقي ان الطفل عنده قيء مستمر مع كل رضع في قيء، فدي لازم برضو تراجع الطبيب. الحاجات التانية بقى اللي هي العدوى، اللي هي النزلات المعوية اللي ممكن تطلع تحصل للرضع او تحصل للاطفال بعد كده. غالبا النزلة المعوية او معنى النزلة المعوية ايه، ان هو بيبقى فيه اسهال معاه مصاحبة لقيء او حرارة، وممكن يبقى اسهال بس. غالبا النزلة المعوية بتبدأ بقيء، يعني الطفل الاول بيبدأ يجيله قيء، ممكن مرة قيء على مدار اليوم، او ممكن مرة كل ساعة. نعم. على حسب، ممكن يعني ساعات الطفل يجي مثلا المستشفى يقول انه في اخر ساعتين الطفل عنده قيء 7 مرات. طيب معي اتصال دكتور طبعا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أخت شمة. نعم. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا، تفضلي. ما في
شيء بس بنتي الحين حاليا عمرها 3 شهور بس من عمر الشهرين بدأت ترجع مع صديق في مثل خيوط دموية. نعم. أخذتها على المستشفى قال لي ما عليك كملي حديد الصناعي يعني بعرضها طبيعية زائد صناعية. نعم. قال لي ما عليك كملي وعطاني زنتك زين كنت أعطيها دوز مو بشكل مستمر. بعد فترة تقريبا 3 شهور فجأة رجعت كمية دم كبيرة يعني دم كان بس أحمر. نعم. بعدها مثل يعني كتلة دم طلعت من حدثها. نعم. سويت لها تشخيصات تشخيصات الدم كلها أوكي بس كان عندها دم خفيف في الغرز. نعم. أبغي أعرف الحين حاليا احنا غيرنا انا قاطع عنها الحليب الحليب الطبيعي. نعم. بس جالسة اعطيها حليب المستشفى اللي عندهم حساسية من البروتينات. نعم. فأبغي أعرف يعني طيب خليكي معي. نعم. نعم دكتور وليد. طيب هو اللي انا بس معلش هو الصوت مش واضح قوي اللي انا فهمته ان هي عندها 3 شهور دلوقتي. نعم. الشهر ابتدت ترجع. نعم. وبعدين كانت ماشية على حليب صناعي مع رضاعة طبيعي. نعم مزبوط. ودلوقتي ظهر عندها نعم كان عندها نعم ترجيع وخيوط دموية وبعدين طبعا صار في خروج يعني بعد 3 شهور صار في خروج كمية دم كبيرة وبعدين صار حتى خرجت كتلة دم عملت فحوصات واستقصاءات تبين بالدم الخفي في البراز بأن هناك طبعا إيجابية يعني بهذا. نعم طبعا هو ده كده بناخد شمع يعني. معك إذا بتحب تسأل أي سؤال تفضل. تفضل. ألو ألو السلام عليكم أخت جام. طيب معلش عايز أسأل حضرتك حاجة هي وزنها كان بيزيد كويس في الفترة دي ولا لا؟ الحمد لله وزنها يزيد. طيب هو لا يعني الواضح كده من كلام حضرتك إن دي كان عندها حساسية من حليب الأبقار فأنت المفروض دلوقتي تكوني غيرتي لحليب وإحنا عندنا أنواع من الحساسية من نوعين مختلفين من الحليب في حاجة اسمه partially hydrolyzed ده جزئي ضد الحساسية وفي حاجة اسمه completely بمعنى ان الاعراض وصلت لدرجة ان انت في دم بيخرج من البراز او بترجع خيوط دموية يبقى لازم تروحي للي هو completely hydrolyzed فده المفروض يكون حليب خالي تماما من اي مادة بتعمل حساسية. وصفوا له حليب وصفوا له حليب معين مش كده من يعني من المشفى من المستشفى هي بس انا يعني انا ابغى ارضعها بعد رضاعه طبيعيه فشو الحل؟ بصي حضرتك الحل ان انا مثلا خصصت منتجات الالبان او لازم اقطعها كامل عني انا لازم تقطعيها كامل تماما اوكي هتقطعي منتجات الالبان والنتيجه بتاعت الموضوع ده مش هتبان الا بعد 3 اسابيع فانا رايي ان انت حاليا توقفي الرضاعه الطبيعيه لمده 3 اسابيع اوكي بس تستخدمي في الأجهزة اللي هي بتاعت الشفاط تستخدمي الشفاط عشان بعد كده ترجعي لها الرضاعة الطبيعية تمام لأن دلوقتي احنا وصلنا لدرجة ان في دم في البراز وفي دم في القيء نعم صح فدي تعتبر درجة خطيرة من درجات الحساسية او تأثر الجهاز الهضمي عند البنت فلازم نمنع عنها كل حاجة فلازم تمشي على الحليب الصناعي ده فقط لمدة حوالي 2 أسابيع نفس الوقت تكوني بتستخدمي الشفاط عشان بعد 2 أسابيع نرجع لها الرضاعة الطبيعية. تمام؟ رضعتها على أساس شو؟ على أساس إن حضرتك في 2 أسابيع دول أو 3 أسابيع دول هتبقي موقفة تماما منتجات الألبان، موقفاها تماما مش مقلليها، موقفاها تماما. بعد ما ترجعي لها الرضاعة الحالة هذه كم العمر كم يعني؟ قلت عليك يعني معظم الأطفال بيتحسنوا بس مبدئيا لغاية عمر سنة هنفضل ماشيين بنفس النظام كده انت موقفة منتجات الألبان تماما وماشية يعني هو لو أوضح لك الموضوع الأخت شمة هو موضوع حساسية من لنفترض المنتجات الألبان أو من مواد معينة لما أنت بتمتنعي عن هذه المواد طبعا بتمنعي الطفل عن تناول مثل هذه المواد فهذه الأعراض ستخف تدريجيا ومثل ما ذكر الدكتور يعني مع بلوغ عمر السنة طبعا إن شاء الله ستختفي تماما وإذا في أي استفسار آخر إن شاء الله بس فسمة يعني ها عفوا اذا مثلا بدات تاكلي واعطيها مثلا حليب الصويا وانا اخذ حليب الصويا هذا عادي؟ حليب الصويا عادي بس ليكي انت مش ليها هي لازم تاخذ الحليب ده
ومعلش انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، لازم دي تبقى مهمه، ان انت بعد اسبوعين ثلاثه لما تبتدي ترضعيها طبيعي لو حصل ان هي تعبت تاني يبقى انت مضطره للاسف توقف رضاعه طبيعي. يعني احنا حاليا هنوقف الموضوع خالص بان انت تديها الحليب الصناعي لمده اسبوعين ثلاثه، تمام، لغايه البنت ما تتحسن تماما. وبعديها هنعمل تجربه ان انت هترجعي لها الرضاعه الطبيعي وانت موقفه منتجات الالبان. لو حصل انها تعبت تاني هتوقفي الرضاعه الطبيعي خالص. بس يعني هل الدم مو بسبب ان هي عندها ابتزاز ان هي دايما ترجع؟ لا، هي بصي هي بترجع وبيجي لها مغص وتقلصات وكان ممكن يكون عندها اسهال بسبب الحساسيه. الموضوع لما زاد عن الحد ابتدى يجي لها زي تقيحات ويجي لها دم. نعم، فهمتي قصدي حضرتك؟ شكرا لاتصالك، بندعي بالصحة والسلامة طبعا لابنتك، ونتمنى دائما الصحة والسلامة لكافة الأطفال. ودائما نقول طبعا دكتور الرضاعة الطبيعية يعني هي حقيقة الرضاعة الطبيعية ما ينفعش نوقفها، هي أهم حاجة وأحسن حاجة للطفل. طيب لماذا نلجأ للرضاعة المختلطة؟ يعني مثلا إذا أنا كان يعني ما عندي حالة مرضية يعني استطباب للجوء للرضاعة الصناعية، ودائما نقول حليب الأم هو الحليب المثالي، الحليب المناسب، مجاني، هبة من رب العالمين. فيعني لا أعرف طبعا يعني حتى لو كانت ظروف الحياة طبيعة العمل، حتى أعتقد يعني هناك تم تخصيص ساعات للرضاعة وأيضا الرضاعة. وحتى ابن حضرتك يعني حتى لو في ساعات عمل بتوصل لغاية 8 ساعات، في دلوقتي الأجهزة اللي هي الشفاط بتاع الأمهات ده، يعني ممكن الأم تستخدمه وتسيب الكمية اللي هتقضي الطفل وهي على ما في الشغل. فمفيش أي سبب يخلينا نلجأ للحليب الصناعي الحقيقة إلا لو حاجة مرضية بقى. نعم طبعا الحليب الصناعي للأسف نقول يعني حقيقة شركات اللي تقوم بتصنيع هذا الحليب يعني والدعاية طبعا بيعترفوا إن مفيش أي حليب قادرين يوصلوا بيه إن هو يبقى مقارب حتى الحليب. نعم طبعا أنا ربطوا للأسف ودائما أقول هذا الموضوع، ربطوا الحليب الصناعي أو الرضاعة الصناعية بالذكاء وبتخرج الطفل يعني من نعم، بينما هو الحليب الطبيعي حليب الأم الحليب حقيقة مثالي ومناسب وآمن من كافة النواحي وأيضا مفيد للأم. يعني ما لا قد تعرفه بعض الأمهات بأن الإرضاع الطبيعي يساعد على عودة الرحم وأيضا شكل الجسم إلى وضعه الطبيعي بالضبط، وبيقلل مخاطر بعد كده بتاعت السرطانات وحاجات كتير جدا للأم. وبالنسبة للطفل حليب الأم كمان يعني سبحان الله إن هو في كل مرحلة عمرية من الطفل المكونات بتاعته بتختلف بناء على احتياجات الطفل. يعني أول كم يوم بيختلفوا عن أول أسبوع عن شهر حتى الصمغة اللي هي في البداية طبعا يعني هي أيضا طبعا بتختلف. نعم بتختلف على حسب احتياج الطفل في الوقت ده. وأول الرضعة غير آخر الرضعة، فمفيش أي حليب صناعي للأسف يعني هيقدروا يعملوه زي بعد الفاصل نتابع حديثة مع الدكتور وليد عبد المنعم اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى القرود الخاص. دكتور وليد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أيضا اتصال من الأخ السيد. ألو السلام عليكم أخي العزيز. عليكم السلام. هلا مرحبا. الحمد لله وأنت؟ حضرتك كيف؟ كل عام وأنت بخير. وأنت طيب يا رب. معك الدكتور وليد عم يسمعك، تفضل. سلمنا على الدكتور وليد الله يكرمك. بيسمعك الله يسلمك. الحمد لله، تفضل حضرتك. إزي حضرتك؟ لا دكتور وليد الله يكرمك، عندنا طفل عمره دلوقتي سنة وتسع شهور. الحين عايزين نفطمه يا دكتور، هو بيرضع رضاعة طبيعي ومع أكل، بس عايزين نفطمه مش عارفين نفطمه. بيرضع يعني كم مرة في اليوم تقريبا طبيعي؟ نعم؟ كم مرة تقريبا في اليوم بيرضع طبيعي؟ والله يا دكتور هو كل ما يحب بيرضع، يعني في اليوم ممكن نقول 10 مرات 12 مرة حتى بالليل. طيب بص عليك، هو ده طبعا كتير شوية، تمام، لأن هو دلوقتي متعود. يعني احنا الفكرة اننا بنفطم الطفل ازاي؟ بنقلل بالتدريج. احنا طبعا بيبقى عندنا اهم رضعة غالبا لما بيصحى الصبح من النوم، بعد الظهر قبل ما بينام، وبالليل قبل ما بينام، تمام؟ دي بتبقى رضعات مهمة للطفل. فالفكرة اننا نحاول نعمل كنترول على الموضوع ده، يعني نخلي رضعات بس هي دي اللي نرضعها له اول ما بيصحى من النوم، وبعد الظهر قبل ما بينام، وبالليل قبل ما ينام. تمشي على النظام ده حوالي اسبوع 10 ايام،
وعلى مدار اليوم ما فيش حاجه اسمها ان هو يرضع، يعني دي عايزه قوه اراده من الام مش من الطفل، لان هو انت طول ما هو عايز يرضع وخلاص هو الموضوع متاح بالنسبه له، ما فيش حاجه هتخليه يوقف، فلازم عايز كنترول من الام. تمام، فهي تعمل كنترول وتمسك يعني تبطل الرضاعه غير في الاوقات دي، هتمشي كده حوالي 10 ايام وبعدين تبتدي تقلل الرضاعه دي بالتدريج، اخر رضعه بتشيلها خالص اللي هي رضعه بالليل قبل النوم. تمام، يبقى بالتدريج. طيب يا دكتور ربنا يسلمك. فاهم قصدي حضرتك؟ اثناء النوم يا دكتور وعلى طول بيقوم من النوم، يعني هو بينام جنب مامته على طول، بيصحى من النوم يرضع على طول، كل شيء كله لما يقوم بالنوم على طول ترضع. اخر حاجه هتتشال خالص واخر حاجه هنبطلها الرضاعه بتاعت بالليل. نبطل الاول على مدار اليوم ويتعود ان هو اليوم بتاعه بالنسبه له مفيش رضاعه، وبعدين بالليل نبتدي بقى نوقفها. توقفها ازاي؟ ان هو ما ينامش جنب والدته لمده 3 4 ايام لغايه ما يبطل. فهمت قصدي؟ ايوه يا دكتور. وبالنسبه للحليب الطبيعي يشرب حليب عادي يا دكتور بتاع اللي هو العادي؟ العادي اه، ما هو دلوقتي فوق السنه خلاص بياخد العادي، بس برضه مش كتير، يعني انت كده انت بتملى معدته بالحليب اللي هو مش كفايه بالنسبه له دلوقتي في السن ده، المفروض يكون بياكل. فالحليب هيبقى بس مرتين في اليوم العادي. ايوه طيب ماشي دكتور، شكرا لاتصالك اخي سيد. طبعا بنذكر موضوع الحليب يعني بعد انتهاء الرضاعه الطبيعيه، الحليب يعني يعتقد ايضا الكثير من الاشخاص بانه المصدر الوحيد للكالسيوم، الكالسيوم متوفر في السبانخ، متوفر في الخضار، في الفواكه، في غيرها من الاغذيه، في كل الاغذيه. نعم. حتى اذا حضرتك بالنسبه للحليب يعني الفيتامين دي. نعم. والكالسيوم، عشان ناخد احتياجاتنا من الفيتامين دي والكالسيوم من الحليب لازم الطفل ياخد على الاقل 2 لتر في اليوم، وتشيز يعني كميه. نعم. كبيره جدا. نعم طبعا، حتى نعم الشركات يعني اللي طبعا يعني سوقت لهذا المفهوم وانه فقط هو المصدر الرئيسي او الاساسي، لكن خالص يعني بالعكس. نعم. بنقلل المصادر، ويعني هو المفهوم الخاطئ ان الطفل لما بياخد حليب فهو كده بيتغذى كويس، لكن لا، هو بالعكس هو بيملوا المعده بتاعت الطفل وبيحس بالشبع. نعم. فما بيقدرش ياكل، فبيبتدي يحصل بقى عندنا نقص في حاجات ثانيه جدا مهمة جدا ومن أهمها الحديد. نعم، وأيضا مثل ما ذكرنا منذ قليل يعني موضوع الحساسية، لذلك تحدث الكثير من الاضطرابات. عندي طبعا استفسار من عبر الانستغرام، ابني عمره سنة وثلاث أشهر ما بيستسيغ الأكل وبيشرب حليب بس تقريبا 8 مرات باليوم، وزنه 8 كيلو ونصف، هل هذا طبيعي؟ عمره 15 شهر. شهر. نعم. وبيشرب حليب. وزنه 8.5 كيلو. نعم. وزنه قليل. قليل، وزنه تحت الطبيعي. نعم. كويس، بس هي الفكرة إن في عوامل كتير قوي، يعني هل هو كان وزن الولادة كام؟ هل هو كان مولود يعني العمر الرحمي بتاعه مظبوط ولا قليل؟ والفكرة إن هو زي ما قلنا هو بياخد حليب كتير، فكل احتياجاته على الحليب، فبالتالي غالبًا هيطلع عنده أنيميا. نعم. فالمفروض ان هو يعني حد دكتور يبص عليه يشوف هل محتاج فحوصات الانيميا، هل محتاج ياخد فيتامين معين، واهم من ده لو ادينا فيتامين وعالجنا الانيميا لو فضل ياخد كميه الحليب الكتير دي عمره ما هياكل، هو مش هياكل لان هو الحليب اسهل له، فهو ايه اللي يخليه ياكل؟ فلازم الام تقلل شويه الحليب وتعرض عليه الاكل وما تغصبوش في الاكل. نعم نعم، وقته حين الولاده. نعم نعم، طبعا يذكر الأخ اللي أرسل الرسالة بأن وقته طبعا وزنه حين الولادة كان هو 3 كيلو 200 جرام، هو تقريبا يعني طبيعي. طبيعي. نعم طبيعي جدا. نعم طبيعي، يبقى هي الفكرة أن هو ده كده ده تغذية غير صحيحة. نعم. لازم الدكتور يبص عليه يشوف هل محتاج فيتامينز، محتاج يعمل فحوصات للأنيميا، محتاج ياخد حديد، ولازم الأم تقلل كمية الحليب اللي بياخدها، تقلل كمية الحليب، إن هو مش معنى إن هو كل ما يعيط نديله حليب. طيب دكتور، نفس الوقت إننا نخلي طريقة الأكل بتاعته إن هي تخليها طريقة ظريفة وطريقة يعني يبقوا قاعدين كلهم بياكلوا مع بعض، تحط تعرض الأكل على الطفل تحطه قدامه. طيب. وتفضل تحطه قدامه هو هيبتدي يعني الحب الاستطلاع يبتدي يجرب. طيب دكتور، بالنسبة للزيارات نحن نعرف أنه في زيارات دورية في السنوات الأولى من عمر الطفل لأخذ اللقاح وأيضا للمتابعة، يعني حينما العمر الطفل مثل ما ذكرنا سنة وثلاث أشهر فلابد أن نزار الطبيب أو المستشفى. المفروض أن هو دلوقتي يكون عنده معاد تطعيم عند 15 شهر.
طيب وقبل ذلك يعني بعد الولادة ما في زيارات دورية؟ لا بعد الولادة في طبعا بعد الولادة على طول وبعدين بعد أول طيب يعني, يعني نعم ما أريد أن أقوله طبعا أنه يفترض أن يكون الطبيب الذي يقوم بمتابعة هذا الطفل أن يكون هذا الأمر قد لفت انتباهه طبعا المفروض بس هقول لحضرتك يعني من منطلق الحاجات يعني العملية اللي بنشوفها أن ساعات في بعض يعني الناس بيروحوا بس مجرد ياخدوا التطعيم ما بيشوفوش الطبيب ممكن يكون متطعم يعني في أي بلد كان برا يعني مش شرط يكون الطبيب شافه أو ممكن يكون الكاتب عمر سنة فتش نظره يعني يعني عارف حضرتك دي بيبقى فيها عوامل كتير الحقيقة نعم بس أنا اللي حابب أوضحه طبعا أنه بتمنى دائما حتى لما نراجع الطبيب يعني نحن نحكي له كل حاجة نقول له كل حاجة ولازم نقول له نظام التغذية ونسأله يعني الوزن ده مناسب ولا مش مناسب لأن هو يعني الطفل لا وزنه قليل الحقيقة يعني هو لو اتحط على الجروث شارت بتاعته لا وزنه تحت المعدل الطبيعي لعمره فدي حاجة مفروض تلفت نظر يعني أي حد فممكن يعني هما ما راحوش مثلا التطعيم ممكن عند سنة كان كويس ودلوقتي 15 شهر ما وزنه ما زادش في الثلاث شهور دول نعم يعني بعمر السنة طبعا هو زار الطبيب وطبعا ذاكر بقية المعلومات لكن الرسالة واضحة نتمنى دائما من كافة الأمهات والآباء حين يعني الذهاب إلى الطبيب لمراجعة أو للقاح أن نخبر الطبيب بكافة المعلومات طريق إذا كان الطفل أيضا ينام بشكل جيد إذا كان يتناول الأغذية بشكل جيد قال الطبيب نعم. برضو إيه اللي المفروض يأكله إيه الحاجات نعم. اللي المفروض نأكلها لأن في معتقدات خاطئة كتير جدا في التغذية الحقيقة نعم فلازم نسأل الطبيب برضو طبعا دائما هدفنا هو التوعية الصحية وأيضا تعزيز مفهوم الصحة في حياتكم اليومية جميعا تحديدا يعني منذ الصغر بالنسبة للأطفال لأننا حين نهتم بصحة الأطفال هذا يعني أن يكون لدينا سيكون لدينا مجتمع صحي وسليم وآمن وأيضا سعيد نتابع حديثنا مع الدكتور وليد عبد المنعم اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجرهود الخاص بدوب السلام عليكم دكتور وليد السلام ورحمة الله وبركاته طيب عندي أيضا رسالة أخرى عبر الإنستغرام تقول السلام عليكم بنتي عمرها سنة وأربعة أشهر وكانت ترضع رضاعة طبيعية ومنذ أسبوعين انقطعت ما قبلت أي نوع حليب بس بتأكل كل شيء فهل الحليب ضروري لها أم لا؟ يعني احنا ما ينفعش نوقفه خالص لازم تاخد على الأقل مرة في اليوم على الأقل وهي كانت معلش كانت بترضع طبيعي ولا لا كانت ترضع طبيعي لعمر سنة وأربعة أشهر أوكي يعني لو خلاص وقفت الطبيعي دي حاجة ما نقدرش إننا نعمل فيها حاجة بس لازم تحاول معها تجيب لها حليب صناعي على الأقل تديها مرة في اليوم نعم مرة في اليوم لازم طيب هناك أيضا يعني عدد من الأسئلة الأخ أعتقد اللي ميشو أو المنتصر في إذا في مجال طبعا تتواصل على الهاتف 600-551-414 أو ترسل رقمك على 4006 زميل محمد عمر بيتواصل معك حتى طبعا نأخذ منك كافة المعلومات بالنسبة لطفلك أو أطفالك جميعا حتى طبعا أيضا دكتور وليد ممكن يسألك بعض الأسئلة حتى نجاوبك بشكل دقيق وواضح طيب ذكر دكتور من بين الاضطرابات الهضمية غير الأقياء الإسهالات وخصوصا الإسهالات الفيروسية وطبعا نعرف أنه لأحد هذه الأنواع هناك لقاح للوقاية بالضبط حضرتك هو نعم. دي يعني أسباب النزلات المعوية أو الأسباب الإسهال ممكن من أحد الأسباب يبقى فيروسات الفيروسات دي في عندنا منها نوعين شهرين جدا هما بيعملوا إسهال اللي هو الروتا فيروس والأدينو فيروس الاثنين معديين جدا قوة العدوى بتاعتهم قوية جدا لقوا لقاح للروتا فيروس ودلوقتي روتين بيتاخد في الإمارات الحمد لله فده قلل النسبة قوي بس برضو ستيل لأن الروتا فيروس في منه عدة أنواع فاللقاح ما بيغطيش كل الأنواع طيب بنحكي بالتفصيل نعم نحكي بالتفصيل عن اللقاح لكن ناخذ هذا الاتصال لو سمحت لي من الاخت ام هيا السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا فيك تفضلي دكتور وليد معك اوكي دكتور انا عندي بنت سنه وتقريبا 6 شهور تاكل كويس يعني وتشرب حليب 3 مرات
بس مرات الأسبوع اللي فات تقريبا صار عندها إسهال كثير لمدة أسبوع كامل، وما أعرف هل هو تسنين، هل هو بس يعني الإسهال يعني مستمر لمدة أسبوع، أن هي خسرت وزن يعني تقريبا يمكن خسرت كيلو يمكن من وزنها. فبغيت أعرف هل مثلا هل نعيد الأكل هل تأثر على الطفل، لأن هي بتأكل معانا يعني الأكل طبيعي، بس هي بتأكل وجبة الإفطار اللي هي بعطيها سريلاك أو ويتبوك، والغدا طبيعي عادي يعني حسب الأكل اللي بناكله في البيت، والعشاء سريلاك، وبعدين ثلاث وجبات حليب. طيب تسمحي لي بسؤال؟ تفضل دكتور. أقول لحضرتك حاجة، مبدئيا إن أنت بتديها يعني سريلاك مرتين في اليوم ده كتير قوي. هو مرة كل يوم كل يومين ممكن تديها سريلاك، ولازم تستعدي عنه بالخضار والرز، ولازم تكون تاخد دجاج وفاكهة، فمرتين في اليوم ده كتير قوي. الإسهال دلوقتي إذا ساعات ما كان عندها إسهال كان كم مرة تقريبا في اليوم؟ يمكن ثلاث مرات في اليوم كان. طيب ودلوقتي الحمد لله الإسهال اتحسن؟ تحس الحمد لله. طيب احنا مش هنقدر نعرف ساعتها، ممكن يكون كان تسنين، لان ثلاث مرات في اليوم ده ما يعتبرش اللي هو الاسهال قوي، فغالبا ده كان تسنين، او ممكن في بعض المأكولات بتمشي المعدة يعني بتعمل تخلي البراز لين وتخلي الطفل يعمل اكتر من مرة. الحاجات دي اللي هي الحاجات اللي فيها الالياف كتير، فاهم قصدي؟ بس بما ان هي خلاص الحمد لله بقت كويسة دلوقتي، خلاص يبقى انت ما عندكيش مشاكل، انت بس تعمل تظبطي نوعية الاكل بتاعتها، ولازم يعني لما تسهل يجي لها اسهال كتير كده في نوعيات اكل بتمسك المعده، يعني تديها بطاطا كتير، تديها جزر، تديها تفاح، تديها موز، الرمان، الحاجات دي كلها بتمسك المعده، فلما الطفل يبقى عنده اسهال لازم تزودي من نوعيه الاكل دي. طيب شو النوعيه مثلا الاكل المناسب للعشاء؟ مثلا انا متعوده اعطيها على العشاء سريلاك، اذا مثلا ابغى اغير شو النوعيه الاحسن يعني للطفل؟ العشاء الساعه كام تقريبا؟ بتاكل عشاء تقريبا الساعة 7. الساعة 7 يعني ممكن يوم مثلا تديها روب، ممكن يوم تديها خضار مع رز، تمام؟ ممكن يوم تديها فاكهة، مفيش مشكلة يعني أي نوعية تغيري فيها. أوكي. أي نوع من أنواع الأكل. طيب أخت مهيا، أنا عندي سؤال لو سمحتي لي، لما صار عندي أسهال لمدة أسبوع أنت شو عملتي؟ أنا الصراحة صرت أخفف عنها الأكلات الثقيلة. نعم. وصرت أعطيها مثل ما قالت يعني الدكتور، صرت أعطيها بطاطا وموز. نعم. يعني أحاول أخفف عنها هذا. بس الإسهال استمر يعني؟ في حالة استمر كنت راح أوديها المستشفى. ما وديتيها المستشفى؟ لا ما وديتها المستشفى. طيب ليه ما وديتيها المستشفى؟ طيب ما في مشكلة. أنا الهدف طبعا من هذه الأسئلة واعذريني، الهدف أنه لما، وأكيد يعني راح أترك الكلام للدكتور وليد، بالنسبة للأطفال دائما الإسهال أو الإقياء، وحتى للكبار تحديدا كبار السن، لكن الأطفال الصغار لما بيصير عندهم إسهال ليوم يومين وأنا ما بستطيع في البيت أني وقف هذا الإسهال لا بالطرق الغذائية اللي أنت اتبعتيها، وطرق طبعا صحيحة يعني في بعض الحالات، في مثل هذه الحالات لابد من مراجعة الطبيب مباشرة. هل هذا الكلام صحيح دكتور وليد؟ يعني أكتر بالضبط، يعني زي ما اتفقنا لو عدد مرات من الأول كتير، يعني 4-5 مرات في اليوم، لو في أول يوم يبقى لازم طبعا الطفل يروح للدكتور، أو لو استمر معنا أكتر من يومين ثلاثة يعني. نعم. ساعتها لازم يكون حاجة مش مضبوطة. نعم. يعني أنت اللي عملتيه صح، لكن يعني كان يفترض بأنه نراجع الطبيب حتى ما يعني نتعرض لأكثر من ذلك، ومثل ما ذكرتي حتى نعم. يعني ممكن ساعات بيبقى صعب اننا نروح المستشفى، كل المستشفيات دلوقتي عندهم ارقام تليفون ممكن تتصل باي مستشفى وتقول لهم انا محتاج اكلم الدكتور اللي موجود. معك صح، حق يعني معك حق يا دكتور، بس ولكن بعض الاحيان يعني في معتقدات يعني ان الاطفال كل ما وديهم المستشفى يعني يلقطوا شيء. يعني انا صار معي موقف ان انا بنتي مره وديتها، كانت بس يعني كان عندها حس، فوديتها العيادة، رجعنا من العيادة يعني لقطت شيء هناك في المستشفى، وذلك ما تتعبت مرضت يعني مرض شديد، يعني اضطرت أن أدخلها المستشفى ليومين ثلاثة أيام. فصار عندي معتقد شوية أن أنا يعني إذا ما كانت الحالة شديدة تتطلب أن أوديها المستشفى ما أوديها. ما هو بقى حضرتنا اللي بنقول يعني ساعتها، أنا ما هو ده اللي بنقول، أن أنت صعب تروحي المستشفى مثلا، أو في أي ظروف تخليكي ما تروحيش المستشفى، ممكن تكلمي يعني اي مستشفى، كل المستشفيات في دبي لو كنت اتصلتي باي مستشفى
وتقول لهم بس عايز اكلم الدكتور، ممكن تشرحي له الاعراض وهو ساعتها يقول لك بقى تجيبيها المستشفى او ما تجيبيهاش المستشفى. نعم طبعا بنذكر بمساله ايضا هامه، بان غسيل اليدين، طبعا غسيل اليدين يقي من نسبه كبيره من الامراض المعديه التي تنتقل سواء في البيت وحتى في المشفى وفي اماكن اخرى. وطبعا هناك ايضا وسائل، لكن هذا لا يعني، طبعا معك حق بأنه دائما خوفنا على أطفالنا على صحة الأشخاص المقربين منا يعني من خاف، لكن ما نكون مبالغين بهذا الخوف. المشافي حاليا طبعا في معايير، وخصوصا أتكلم عن المشافي وحتى إن شاء الله المراكز الصحية، يعني قسم منها بات يلتزم بمثل هذه المعايير اللي هي بتوفر عوامل الأمان أقصى، أو يعني عوامل الأمان والسلامة وأيضا الجودة في الرعاية الصحية. حتى إذا نلاحظ في كل عيادة، في حتى في كل غرفة طبيب، في الممرات أيضا هناك أجهزة خاصة لغسيل اليدين بشكل جيد. يعني وطبعا دائما نقول حتى من حق المريض أن يسأل الطبيب قبل، والممرضة أيضا قبل ما أنه يعني يصير يعني يقوم الطبيب أو الممرضة بلمس المريض. إذا ما كان غسل يده له، لا اغسل إيديك، طبعا جميعهم يغسلون اليدين. لا هو حضرتك هو ده يعني دي حاجه روتين، يعني جاب في الكشف في السانيتايزر بتاع التعقيم ده لازم حاجة أوتوماتيك وموجودة في كل المستشفيات فعلا. ممكن حضرتك يعني أول ما تروحي المستشفى يعني وانتي خارجة لازم ننظف الإيدين بتاعت الطفل بالسانيتايزر. وللأسف يعني معلش هي حاجة يعني كان حظ سيء، وممكن مش لازم حضرتك تكون خدت العدوى من المستشفى أو المكان اللي كانت فيه، يعني ممكن ده كان بداية المرض. نعم على العموم نحن طبعا حبينا يعني نسألك هذه الأسئلة أخت مهيا يعني فقط للتوعية الصحية لكافة أفراد المجتمع، وحتى إذا مثل يعني حضرتك في اعتقاد قد يكون اعتقادك صحيح وقد يكون خاطئ، لكن نتمنى دائما أن نهتم أكثر. وأيضا حتى مثل ما ذكر الدكتور ربما يكون العدوى أو تكون العدوى بسبب أمر آخر، ومثل ما ذكر الدكتور أيضا بإمكانك يعني التواصل حتى عبر الهاتف مع الطبيب اللي أنت بتتواصلي معه أو حتى المشفى أو حتى الهيئة الصحة في دبي. نعم بمثل هذه الحالات طبعا حتى هيئة الصحة في دبي لديها عيادة ذكية تسمى ذكية، طبعا أنه بيتناولوا أسئلة من أفراد المجتمع بيجاوبوا عليها أطباء في أوقات معينة، وحتى كل المستشفيات المراكز الطبية أيضا يمكن أن تتواصل معهم. حتى برنامجنا مخصص لمثل هذه الأمور للتوضيح والتوعية الصحية. هل في استفسار آخر أخت مهيا؟ لا شكرا لك، ونتمنى الصحة والسلامة، وأيضا يعني شاكر اهتمامك واتصالك. نسمع شيء طيب. غسيل اليدين بالماء والصابون يقي بنسبة 80% من الأمراض المعدية. نصيحة بلسم لتعزيز الصحة. بلسم. طبعا غسيل اليدين دائما نذكر بمثل هذه النصيحة، نصيحة بسيطة، قاعدة بسيطة، وأقول دائما حتى في المطاعم في أي في مراكز التسوق، لأنه كثير من الأمراض تنتقل، وخصوصا في حتى في المكاتب في أي مكان، طبعا في الصالونات في المطاعم في العيادات في المراكز الطبية، لكن غسيل اليدين يقي من نسبة كبيرة من مثل هذه الأمراض. دكتور وليد هناك رسالة تقول: السلام عليكم، ابني عمره 9 سنوات وفي أغلب الأحيان يشتكي من وجع في بطنه بعد الأكل مباشرة، فما السبب؟ أول سبب للألم بتاع البطن عند الأطفال إن ما فيش سبب، يعني بس يعني دي بتبقى حاجة طبيعية ما فيهاش مشاكل، بس لو الموضوع متكرر وبيتكرر إن هو بعد كل الأكل أو بعد معظم الأكلات، يبقى ساعتها لازم يتعمل فحوصات. ممكن في كذا سبب، ممكن يكون في طفيليات في معدته فبتعمل له سوء هضم، بتعمل له مشاكل في الهضم وبتعمل له ألم في البطن. ممكن في نوع معين من البكتيريا اللي هي معروفة وسط الناس بالجرثومة بتاعت المعدة اللي هي الاتش بايلوري، دي منتشرة جدا وممكن تعدي الأطفال زيها زي الكبار بالظبط وتعمل نفس المشاكل، تعمل سوء هضم وتعمل ألم في البطن. ففي الحالة زي دي لازم بيتعمل تحليل براز. هي في الأطفال الاتش بايلوري دي بتبان بالبراز وبيتاخد لها علاج والطفل بيتحسن. لو عملنا التحليل ده والطفل التحليل ما فيهاش حاجة، يبقى دي مجرد حاجة وقتية وهتروح من عند الطفل. نعم لكن طبعا ايضا من نطلب من ولازم نذكر برضو، انا اسف لحضرتك، لازم نذكر برضو ان هو لازم يكون نوعية الاكل اللي بيأكلها كويسة،
يعني في بعض الأكلات طبعاً بتتعب المعدة لو بيأكلوا حاجات يعني اللي هي فيها ألوان صناعية والحلويات والحاجات. نعم طبعاً يعني هذا اللي كنت حابب أضيفه بأنه من أرسل أو أرسلت هذه الرسالة أن تراقب متى يحدث هذا الألم، أيضاً نوعية الأكل مثل ما ذكر الدكتور وليد، هل أيضاً يترافق مع أعراض أخرى حتى طبعاً نعرف وين المشكلة تماماً وحتى نضع خطة علاجية لهذه المشكلة. بالضبط. طيب في عندي طبعا نرجع لي معي حوالي 5 دقائق نرجع لموضوع اللقاح دكتور، يعني ما تكلم نعم انا بقول لحضرتك ان الروتا فيروس في منه كذا نوع من الروتا نفسه في سترينز او في انواع معينه، فالتطعيم بيغطي معظم الانواع دي، بس ستيل ممكن الطفل ان هو يجي له النزلة المعوية بسبب أنواع تانية من الروتا فيروس، بس ستيل التطعيم قلل جدا الحاجات اللي كنا بنشوفها أو عدد الأمراض الإسهال اللي بنتيجي من الروتا فيروس، فده حاجة كويسة جدا طبعا إن هو التطعيم بقى أساسي موجود، وستيل برضو نفس الفكرة حضرتك زي ما قلت لازم نغسل إيدينا ونعقم الإيدين ونغسل إيدينا قبل الأكل ولو في التعامل مع أي طفل عنده إسهال. نعم بس الحاجات العادية بتاعت الإسهال. طيب سؤال أيضا عن ما هي أسباب نقص الكالسيوم التي تؤدي لحدوث نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم هو غالبا يعني هو ده سؤال حد بعته لحضرتك مش كده؟ نعم نعم. هو في للأسف برضو في عندنا اعتقاد خاطئ عند معظم الناس إن الطفل لما بيجيله مثلا بيتأخر شوية في السنين أو بيتأخر في المشي يبقى ده بسبب نقص الكالسيوم، لكن هو دي بيبقى ليه علاقة بالفيتامين دي وليس الكالسيوم. وبرضو في أمهات كتير جدا بتسأل طيب أنا هدي ابني كالسيوم إمتى؟ طب أنا لازم أديله كالسيوم يعني، طب دلوقتي عندي 6 شهور وما بياخدش كالسيوم. لا احنا زمان كنا بندي الكالسيوم بس دي حاجة مش مظبوطة، لأن اللي مسؤول عن المشي ومسؤول عن السنان ومسؤول عن الحاجات دي كلها الفيتامين دي اللي بيدخل الكالسيوم في العظم وبيعمل امتصاص للكالسيوم. الكالسيوم ملوش علاقة خالص، يعني حتى لو طفل عندنا الفيتامين دي بتاعه مش مظبوط وجينا نقيس الكالسيوم في الدم الكالسيوم هيبقى كويس. نعم. احنا بس بندي كالسيوم لما بندي فيتامين دي بجرعات كتيرة لان هو بيسحب الكالسيوم من الدم، فساعتها بندي كالسيوم. نعم. اسباب نقص الكالسيوم بقى دي امراض تانية بتبقى ممكن امراض في الكلى، ممكن امراض في الجهاز الهضمي، امراض تانية خالص ملهاش علاقة بال أكل والحاجات الغذائية. نعم. لازم كل طفل نديله كالسيوم. نعم. بالعكس ده غلط. نعم طبعا تحدثنا عن يعني أكثر الاضطرابات الهضمية شيوعا عند الأطفال تحديدا في مثل هذه الفترة في الصيف، وأيضا بسبب السفر وكمان يعني ربما مثل هذه الاضطرابات تكون شائعة أكثر، وخصوصا حين الانتقال من دولة إلى دولة. بعض الدول طبعا قد تكون هناك فيها يعني عوامل ممرضة. نعم طفوليات وحاجات كده. نعم. فأيضا نصائح دكتور لمن يرغب بالسفر إلى مثل هذه المناطق تحديدا بالنسبة للأطفال، ما هي الاحتياطات، ما هي النصائح لتفادي مثل هذه الاضطرابات والمشاكل؟ أول حاجة طبعا المية، لازم المية ما يشربوا مية تبقى من الأزايز مش المية العادية. نعم. تاني حاجة الأكل، يعني غالبا كلنا ما بنسافر أجازات وكده بنبتدي ناكل من برا من مطاعم برا وكده، مش لازم إننا ندوق الطفل الحاجات اللي موجودة، ممكن نأكلهم أكل معمول في البيت ونبقى متأكدين من نظافته ونظافة الخضار والحاجات دي. وغسيل الإيدين ونعقم إيدينا، ودايما يبقى معنا اللي هي المعقمات بتاعت الايدين. نعم. وكل شوية ننظف ايد الطفل وخصوصا قبل الاكل. طيب معي اتصال من الاخ ابو محمد، السلام عليكم. مساكم الله بالخير والسرور. يا مرحبا اهلا وسهلا بك، معك الدكتور وليد تفضل. اللي موجود عندك في الاستديو الله يسلمك. يا مرحبا تفضل. الله يسلمك، انا ابغى اتكلم مع الدكتور ضيفك الله يسلمك. معك الدكتور تفضل. بخصوص التطعيم الله يسلمك، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير زي حضرتك، اهلا بحضرتك. كيف الحال الله يسلمك طول عمرك. خليك الله يسلمك. بس سؤال طول عمرك بخصوص التطعيم هذا حق الاطفال يوم يسافروا الاطفال. هي مهمه ولا يعني عاديه؟ على اساس الحمد لله فضل الله فضل شيوخنا الحمد لله نحن نتابع اولادنا والامور طيبه يعني ما فيها، بس
هل نحن نستخدمها هذه أو ما نستخدمها يعني؟ هو السؤال حضرتك إن أنتم سافرين وفي تطعيمات بتتاخد قبل السفر صح؟ أيوة. طيب هو الأطفال عمرهم قد إيه؟ 10 سنوات وست سنوات وثلاث سنوات. 10 و6 و3. طيب غالبا حضرتك قصدك على التطعيم بتاع الالتهاب الكبدي الوبائي او الحمى الشوكية. تمام. طيب على حسب المكان اللي حضرتك مسافر فيه طبعا التطعيمات دي مهمة جدا ومفروض ان هي تتاخد. تمام. لان الحمى الشوكية والالتهاب الكبدي الف دي حاجات يعني امراض قوية جدا وبسهولة ممكن تتنقل في السفر في الاماكن اللي قال عليها دكتور بسام. حلو. فلو مسافرين اي مكان من الاماكن دي اللي هي الحر المزدحمه اللي انت مش ضامن نظام الاكل يبقى هناك ايه يبقى يستحسن هم ياخدوها قبل السفر طبعا. فهي طبعا مهمه يعني مفيش حاجه اسمها مفيش تطعيم مش مهم. الله يسلمك طول عمرك. السؤال الثاني بخصوص التلقيح. الله يسلمك الدكتور. التلقيح هذا تكلموا عنه قبل شوي. نعم. الأطفال لا لا الأطفال هو عمرك مو بالفيروس الأطفال يعني الحرمة لو سامع الربط سوي التلقيح هل بيضرها الحرمة ولا ما بيضرها؟ لا قولي تاني حضرتك أني تلقيح معلش؟ تلقيح يعني تلقيح هذا يسوي تلقيح حق الحرمة إذا سويت ربط وبعدين ما عاد يقدر يفك الربط مرة ثانية هل هي يضر الموضوع هذا ولا؟ أعتقد هذا موضوع آخر اللي عم تتكلم عنه أخي العزيز. إذا في مجال أيضا تترك رقمك لأنه طبعا الوقت انتهى عند الأخ نمر. أنا الساعة الثانية تماما بتواصل معك وأيضا مع بقية المستمعين من جوابك بدقة وأخذ منك المعلومات كاملة. شكرا لاتصالك أخي أبو محمد. بتمنى لك الصحة والسلامة. أيضا كل الشكر للدكتور وليد عبد المنعم اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الجرهود الخاص بدبي على هذه المعلومات الجيدة وأيضا المفيدة للجميع. دكتور وليد شكرا جزيلا لك. مرسي دكتور.